عندي أيضا قصة، ولا أدري هل تغضب الله أم لا، وهي أنني إذا قرأت القرآن أمام الطلاب أجمل صوتي وأرققه، فهل عملي هذا جائز أم لا، علما بأن الطلبة إلى سن 14؟ السؤال للمرأة. نعم، المرأة لا تجلل صوتها عند المراهقين وعند الرجال، بل إذا كان الرجال أو المراهقون يسمعون صوتها في القراءة في الصلاة فإنها لا تجهر بالقراءة في الصلاة إذا كان عندها رجال يستثنون بصوتها، فعليها أن تجتنب هذا الشيء، إلا إذا كان الذين يستمعون لقراءتها من محارمها أو كان زوجها ممن لا مثلا محظورة في سماعه لصوتها فلا بأس، أما أن تسمع صوتها بالترخيم وصوت تجميل الصوت ولو بقراءة القرآن لا تسمعه الرجال والمراهقين الذين تدب فيهم الشهوة ويستثنون بصوتهم. جزاكم الله خيرا. هذا ولا سيما إذا كانت معلمة لهم في الصلاة. المرأة لا تعلم الرجال، يعلم الرجال رجال ويعلم النساء نساء، هذا هو الأسلم وهو الأحوط وهو الأبرأ للجميع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.